السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب السادس الإعدادي، إليكم الحدود الدنيا للقبول لهذه السنة في الكليات والجامعات العراقية. يعني إذا الحدود الدنيا راح أنزلها في ملف PDF أسفل الفيديو، يمكنك الاطلاع عليها. شوف يعني جامعة بغداد كلية الطب 131، والمفاضلة 299. المفاضلة بالنسبة للأحيائي هو الإنجليزي والكيمياء والأحياء، وبالنسبة للتطبيقي الفيزياء والرياضيات والأحياء، العفو، الفيزياء والرياضيات والكيمياء. شوفوا هناك الطب الكندي يعني 167 معدلات كانت عالية، يعني الهندسة المدني 91. هاي بالنسبة إلى جامعة بغداد، هاي الحدود الدنيا لهذه السنة، يعني هاي جامعة بغداد. إضافة إلى بقية الجامعات العراقية، يعني هنا عندنا جامعة بغداد، هنا الجامعة المستنصرية، وأيضا جامعة الموصل والجامعة التكنولوجية. هذه القبولات راح تنزل الحدود الدنيا، مثل ما قلت لكم راح أخليها في فيديو أسفل الرابط. لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالقناة. يعني شوفوا هنا جامعة واسط 99 و83 كلية الطب، يعني معدلات كانت عالية رغم أنهم وسعوا القبولات. العام الماضي قبلوا في المجموعة الطبية كان مجموعهم 7000، السنة المجموعة الطبية مجموعهم 13000، يعني 6000 مقعد زيادة. هذا أيضا كلية الزراعة، يعني المعدلات كانت عالية، عالية المعدلات. هنا جامعة كلية العلوم التطبيقية 86 و67، أيضا هنا جامعة سومر، إضافة إلى جامعة البصرة للنفط والغاز وجامعة الحمدانية، وهذه المعاهد. لا تنسى الاشتراك بالفيديو ومشاركة الفيديو، وسوف أن أترك لكم أسفل الفيديو رابط الحدود الدنيا اللي يحب ينزلها يستفاد من عندها. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.